مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير القطايف الكبيرة. عنا كوب طحين، كوب ونص مي فاتر، ربع كوب سميد خشن او وسط، ملعقة طعام سكر، نص ملعقة صغيرة خميرة، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة صغيرة كمان صودا، كربونات الصودا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، حط سميد فوق طحين، خميرة، سكر، بيكنج باودر. بحركهم مع بعض شوي. بحط المي، هلأ بحط رشة الصودا، بحركهم كمان مع بعض. بس حركتهم، هلأ بغطيهم وبتركهم حوالي ربع ساعة لتتفاعل الخميرة. بعد حوالي ربع ساعة بس ريحت العجينة، هلأ منخلطها مع بعض. بس نخلط طحين ما كبطل، بحط العجينة بالركوي عشان يسهل علي تحضيرها. بحط المقلاية على الغاز وبتركها لتحمى. بعد ما تحمى المقلاية بنحط القطايف بقلبها. الشكل هلأ بتركها لتستوي. هلأ بتأكد منها هيدي القطايف استوت، شيلها من المقلاي هيدا اللون. هول القطايف اللي عملتن انا وياكن، حطيتن على الورق ليتشرب الرطوبة. هيدا الشكل من الاسفل، هيدا الشكل. هلا بعد شوي منحشيهن جبنة. بدنا نكفي مع بعض طريقة القطايف. عنا القطايف بس بردوا، وعنا جبنة مازوريلا وزبدة. بدنا نحشي القطايف بالجبنة، أكيد عم حمل الفرن من الأعلى بهيدا الشكل. بحط الطبقة التانية فوقها، بكبسهم بهيدي الطريقة، بهيدي الطريقة. هلا بدهنا زبدة، وبحطها بالفرن. هيدي القطايف بعد ما طلعت من الفرن لنشوف كيف صارت من الداخل.
ده الشكل النهائي، بنحط عليها قطر سخن وبتتقدم هي وسخنه بهذا الشكل. هيدي القطايف الكبيرة اللي عملتها انا وياكم بجبنة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.